حياكم الله. العراق تصدر قائمة أتعس 10 بلدان في العالم والأكثر تعرضاً للمشاعر السلبية. هذا ما جاء في تقرير لمؤسسة غالوب الدولية للمشاعر، حيث سجل العراق رقماً تاريخياً بمشاعر الحزن والغضب والقلق والآلام. هل جاء هذا التقرير مغايراً للواقع يا ترى؟ نازحون ومهجرون خارج البلاد ومعتقلون في سجون علنية وسرية، حقوق الإنسان العراقي الغائبة، فوضى السلاح المنفلت، ميليشيات فوق السلطة، وقانون غائب أو قانون غاب، مخدرات منتشرة وحدود مفتوحة وفساد إداري في جميع مفاصل الدولة، ورشا وعمولات وصفقات مشبوهة، خدمات معدومة، عشوائيات، حرمان من الحقوق بالوطن، ومدن مدمرة بفعل الحروب الداخلية المصطنعة، وسيادة متبخرة، وبنى تحتية صحية وتعليمية متدهورة، وصناعة ممنوعة، وزراعة محاربة، وثروات بشرية مهدورة، وجفاف في الصيف، وبيئة ملوثة، وواردات نفط مليارية مسروقة باستمرار، ومعدلات بطالة مرتفعة. حكومات المنطقة الخضراء لم تأتي سوى بالدمار والإحباط للشعب والقلق والآلام والحالة النفسية السيئة، بينما هي تسرق أموال الشعب وثروات الشعب وتحطم مستقبل شبابه وأجياله وتقتل فلذات أكباد العراقيين لمجرد مطالبتهم بوطن في ثورتهم ثورة تشرين السلمية. لمناقشة ما جاءت به مؤسسة غالوب، وهي لم تأتي من فراغ، وأسباب وتداعيات استمرار دوامة التعاسة في العراق، سيكون ضيوفي في هذه الحلقة السيد مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. حياكم الله. أهلا بك أستاذ مجاهد. وأيضا الأستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ كامل. أهلا بك بالضيف. إذن مشاهدين الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني إلى العراق في عام 2003، والعراقيون يعيشون أزمات متلاحقة وظروفا استثنائية صعبة أثرت مباشرة في أبناء الشعب العراقي عموما. الاحتلال واستمرار الأزمات والاعتقالات والقتل استهدف بنية المجتمع وتمزيقه وتغيير قيمه ومفاهيمه، حتى انتشرت فيه ظواهر لم تكن مألوفة كالمخدرات أو الانتحار الذي يلجأ إليه العراقيون نتيجة الأزمات المختلفة. فقد شهدت الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام تسجيل أكثر من 200 حالة انتحار، معظمها يعود إلى فئة المراهقين والشباب. أبرز أسبابها تدهور الاقتصاد وتفاقم الفقر والبطالة، فضلاً عن تناول المخدرات بحسب وزارة الداخلية الحالية في العراق. هذا وتحدث تقرير لمنظمة الهجرة عن الأسر النازحة في العراق وأنها تتعرض لمصاعب كثيرة وتواجه تحديات كبيرة في تحقيق حلول مستدامة لمشكلات النزوح، على حين تستمر معاناة مهجري منطقتي جرف الصخر والعواسات في محافظة الأنبار للسنة التاسعة وغيرهم ممن عصفت بهم رياح التهجير ونزحوا مضطرين من مناطقهم قاصدين المخيمات ليواجهوا فيها الفقر المدقعة والأمراض والإهمال هم وأطفالهم، ولتستمر معاناتهم حتى اليوم من دون حلول. تلك الظروف والمعاناة التي يعيشها العراقيون أثرت في حياتهم ومشاعرهم، الأمر الذي جعل العراق يتصدر قائمة أتعس 10 بلدان في العالم وفقا لتقرير غالوب العالمي للمشاعر في عام 2022. وأوضح التقرير أن ترتيب الدول العشر الأكثر تعرضا للمشاعر السلبية هي أفغانستان ولبنان والعراق وسيراليون والأردن، ثم بنغلاديش والإكوادور وغينيا، وأخيرا بنين، مؤكدا أن مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية التي يعانيها الناس يوميا سجلت رقما تاريخيا في هذه الدول.
الشعور بالظلم والتعاسة التي يعانيها العراقيون من نظام المحاصصة الذي تقوده الميليشيات ينذر المتشبثين بالسلطة بتغيير وثورة شعبية عارمة تطيح بالعملية السياسية برمتها. إذن العراق تصدر قائمة 10 بلدان في التعاسة، يعني المرتبة الأولى في 10 بلدان العراق متصدر هذه القائمة بحسب مؤسسة جالوب للمشاعر، هذه المنظمة العالمية. أستاذ مجاهد الطائي، أبدأ معك، يا ترى هل جاء هذا التقرير مغاير للواقع؟ هل يعني هذا التقرير جاء بشيء مزيف، بشيء غير حقيقي؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. طبعا بالتأكيد هو يتطابق بشكل كبير مع الواقع. هناك هذه المنظمة الدولية تقوم وفق مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها هو ما هو اقتصادي الذي يركز على الناتج القومي الإجمالي للدولة وحصة الفرد منه، ويعني الفساد المستشري في الدولة، ما حجم هذا الفساد وكيف تتعامل الدولة مع هذا الفساد. هناك 13 منظمة، طبعا ليست مؤسسة جالوب الدولية، ليست لا تعمل لوحدها، هي ترتكز على 13 مؤسسة أخرى، يعني هناك قاعدة بيانات رصينة تتعامل مع هذه المنظمة ووفق مؤشرات دقيقة تتعلق ب يعني الفساد، الدعم الاجتماعي من قبل المجتمع، لأن هناك حاجات كثيرة وتفاوت طبقي في المجتمع. عندما يكون هناك حاجة اجتماعية معينة يلقى هذا المواطن الدعم، وبالتالي يتم تحويل هذه الصيغة النظرية إلى صيغة رقمية. يعني لو تابعنا مؤشر غالوب، يعني ما قبل عام 2017 كان العراق يتصدر في المركز الأول، لكن في عام 2017 كان هناك تقدم لأفريقيا الوسطى، ثم في عام 2019 و2021 كان هناك تراجع للعراق، ليس بسبب أن العراق وضعه تحسن على الإطلاق. يعني لو نقرأ النقاط التي جمعها العراق هي ذات النقاط لعام الذي سبقه، يعني النقاط مشابهة عام 2019 عام 2020 وعام 2021، لكن الذي حصل أن هناك بلدان تقدمت في جزئيات تتعلق بالتعاسة، وهي لبنان بسبب انهيار العملة اللبنانية والظروف السياسية والتحول الذي حصل في أفغانستان وانسحاب الأمريكي وسيطرة طالبان على الدولة، فرفع مستوى لبنان وأفغانستان على العراق. لكن المعيار النقاط التي جمع العراق هو ذاته لثلاث أعوام. المعيار النفسي الذي يعني كلمة التعاسة هذه لا تأتي من فراغ، هناك أساسها الحزن والقلق والضغط النفسي، يعني ثلاث معايير محددة يتم الارتكاز عليها وفق معايير رقمية لأنه يقول هذا البلد حقق مستوى من التعاسة أو السعادة. لذلك العراق وضعه يسوء أو سوءه يستقر، يعني يا إما الأوضاع تتدهور أو يستقر السوء، أو يعني التراجع الذي حصل هو بسوء البلدان الأخرى، من السيء للأسوأ. تماما. والتحسن الذي حصل، يعني كان العراق يتصدر ثم أصبح من ضمن العشرة الأوائل المرتبة الثالثة، لذلك السوء يستمر لأن الأسس التي بني عليها النظام السياسي الجديد والعملية السياسية بالمحاصصة، بالسياق الطائفي، بعدم احترام القانون، عدم احترام العقد الاجتماعي، عدم احترام الدستور، جميع هذه الأسس التي من شأنها أن تساهم بطريقة أو بأخرى في جعل هذا البلد يعيش حالة من الاستقرار وبالتالي حالة من الرفاهية، جميعها تم يعني عدم احترامها وتقويضها، وبسبب يعني التوازنات الإقليمية والتوازنات الداخلية والمعايير التي لم تؤدي إلى استقرار ولم تؤدي إلى بناء نظام سياسي
من الممكن أن يساهم في إسعاد الناس أو خدمتهم، يعني الرفاهية الاقتصادية من الممكن أن تشعر الناس بالسعادة. الخوف من المستقبل، يعني جزء أساسي من المعيار هو الخوف، هناك خوف وقلق من المستقبل، ما الذي سيحصل؟ الحزن على ما مضى والقلق من المستقبل، وبالتالي ليس الحزن على ما الحزن في حالة سياسية، حالة نفسية، يعني معيار التعاسة هو مؤشر نفسي، لكن أساسه اقتصادي سياسي اجتماعي، وبالتالي أي معايير اقتصادية، معايير اجتماعية، تقدير الذات، تحسين مستوى دخل الفرد، التعامل بحرية، الحرية جزء أساسي من هذه المعايير، وهي حرية اتخاذ القرار. يعني الآن الكثير من أبناء الشعب العراقي لا يشعر أنه يتخذ قراره بنفسه، لأنه هناك محددات لهذا القرار، هناك ظروف أمنية، هناك ظروف اقتصادية، هناك مجهول في المستقبل، يعني هناك الكثير، وبالتالي هو يعكس حالة الحكومة التي ليس بيدها قرار. يعني هي بيدها بعض القرارات، ولكنها قرارات جزئية، لا تستطيع أن تتخذ قرار استراتيجي يتعلق بخطط استراتيجية تبني أساس لتحقق مشروعه، وبالتالي هذا المشروع يساهم في إسعاد الناس أو خدمتهم. نعم أستاذ مجاهد. أستاذ كامل الحساني، مرحبا بك مرة أخرى ضيفي عبر سكايب. فيما يخص التقرير الذي أصدرته هذه المؤسسة المعنية بالمشاعر، تقيس مدى المشاعر، الحالة النفسية السيئة لدى العراق عندما يأتي بالمرتبة الثالثة أفغانستان ثم لبنان فالعراق، والعراق كما هو معلوم منذ الاحتلال وإلى الآن من سيء إلى أسوأ. المواطن عندما يسأل في الشارع لا يأمل خير ولا ينتظر أي خير يرجى من الحكومات منذ عام 2003 وإلى الآن، هو يشعر باليأس، يشعر بالإحباط. يا ترى ما هو سبب تعاسة العراقيين أستاذ كامل؟ شكرا للاستضافة، ومرحبا بك وبالضيف وبمشاهديك. الحقيقة أنا متعلم بالمرتبة الثانية، يفترض العراق يكون المرتبة الأولى بالتعاسة. ليش؟ لأنه العراق يعني يختلف عن بلد أفغانستان، فيه موارد بشرية، لبنان، نعم واضح، أو الصومال، لأنه ليس الموارد البشرية والمعدنية إلى تاريخها اللي عمره 7000 سنة. حتى بالعصر الحديث كان مدرسة القيادات حكومية وإدارية وقضائية، بنت مجتمعات ناجحة في الأردن وفي سوريا وفي دول الخليج. أما الآن العراق يعني مجرد اسم، بلا هوية، بلا دولة، بلا حكومة، بلا سلطات، بلا مسؤوليات. وهذا التقسيمات اللي جنابكم قدمتوها على أساس محاصصة وتقسيمات، هذه كان يعني وجدت كبديل لغياب الحكم الدستوري والمؤسساتي والقانوني في البلد. الناس بما فيها القيادات والنخب الآن معيارها الوحيد خصصة حتى تبقى قيد البقاء، لأنه لا تطبيقات دستورية ولا قانونية ولا ثقة بالمؤسسات حتى تطبق الضوابط. الموضوع الآخر المتعلق بحالات التعاسة عند العراقيين، العراقيين ليسوا الذين يشعرون بالتعاسة، يعني هذا شعور حتى لشعوب أخرى تراقب الوضع العراقي. وأكون صريح، أنا هنا في واشنطن وعندما يسألني الأمريكي أنت من أي مكان، أقول له أنا من العراق، هو يشعر بالتعاسة. يعني إذا لم يجاوبني بالدار يدني يشعر بالتعاسة، بتعاستنا، يشعر بتعاستنا وبالخيبة من موضوع التغيير. يعني هذه واضحة للعام، سواء كان العالمي أو العراقي الإسلامي الإقليمي، أنه العراق يعيش تعاسة بسبب أنه كان هنالك أمل بالتغيير وحصول تحسن في حياة العراقيين، وتحول إلى كابوس للعراقيين وحتى
المهتمين بالشان العراقي سواء كانوا من العراقيين وغير العراقيين. أستاذ كامل، يعني عندما ننظر إلى القائمة نرى أفغانستان فلبنان فالعراق بغض النظر عن باقي البلدان التي تلت أو جاءت بعد العراق، هذه البلدان الثلاثة فيها تدخلات من قوى إقليمية وقوى دولية، نظام التحصيص أو المحاصصة أو التقاسم موجود في لبنان، الاحتلال سبق احتلال العراق احتلال أفغانستان، إذن القوى الدولية هي من تسبب التعاسة لشعوب العالم عندما تغني أو تتغنى بمعاناة الشعب العراقي قبل الاحتلال بسنوات، يعني قبل الاحتلال ربما بثمان سنوات تتغنى عبر الإعلام وسائل الإعلام الغربية معاناة الشعب العراقي وإلى آخره، ولكن بعد مرور يعني نحو 20 أو أقل من 20 عام على الاحتلال الأمريكي نرى أن الشعب العراقي يحصل على الجائزة الأمريكية بالتعاسة وبالقلق وبالحزن، يا ترى هل هذا الأمر هو سببه القوى الدولية ومصالحها في المنطقة عندما تنهب العراق أو تنهب أفغانستان أو تنهب باقي الدول هي التي تتسبب بتعاسة شعوب هذه المنطقة؟ نعم، القوى الدولية متورطة وهي مقرة بهذا الموضوع تدفع الثمن إلى يومنا هذا. يعني الأمريكان لحد الآن هم مشتبكين بالموضوع العراقي على المستوى الأمني والعسكري والمالي وموضوع الضمانات، ولديهم سفارة، أكبر سفارة في الشرق الأوسط موجودة في بغداد، ومهتمين بالموضوع العراقي كجزء من الأمن القومي الأمريكي، وهذا توريط. هم يقولون إننا إذا تركنا العراق سيصبح أسوأ وتصبح فوضى، وكل المنطقة يعني ربما يؤثر عليها انهيار العراق. ولهذا يعني حتى كثير من المسؤولين، وبالتحديد في إحدى المرات التقيت بمكيرك اللي هو ممثل الرئيس الأمريكي في العراق والآن هو جزء رئيسي من مجلس الأمن القومي، قال بالحرف الواحد العراقي يعيش كارثة، والآن احنا وجودنا به إغاثي، نغيثه حتى لا ينفجر أكثر ويؤثر على مصالح المنطقة ويؤثر حتى على أوروبا، ويعتبرون العراق هو أخطر من سوريا عندما نزح ملايين من السوريين إلى أوروبا. فهم يقرون بهذا ومتورطين، ولكنهم لن يتركوا العراق ينهار أكثر لوجود مصالح تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والغربي والعالمي عموما. نعم أستاذ كامل، ابقى معي لو سمحت. أستاذ مجاهد، لعل من أبرز ما يلفت النظر، طبعا هو الكثير من الملفات موجودة، على أي ملف نتحدث؟ ملف النازحين، ملف موارد النفط المسروقة، ملف انتشار المخدرات في العراق، ملف الفساد الإداري والمالي، البطالة، يعني لنبدأ من موضوع يعني لافت للنظر خلال الآونة الأخيرة، موضوع القيم المجتمعية والمفاهيم التي استهدفت انعكست على شكل لا دين لا شعور بالدين، يعني من حيث موضوع الانتحار تحديدا هناك رادع ديني، هناك رادع مجتمعي، هناك رادع قيمي. عندما نسمع خلال هذا العام فقط وفي أول 4 أشهر من عام 2022 أن هناك تم تسجيل 200 حالة انتحار غالبيتها من فئة الشباب والمراهقين، يا ترى هل هذا الأمر يرجع إلى الشعور بالتعاسة والحالة النفسية السيئة مما أدى إلى الانتحار؟ يعني ما الذي يجري خلال هذه المرحلة؟ نعم بالتأكيد، يعني الانتحار هو نتيجة للظروف النفسية التي يعاني منها أي شاب في مقتبل العمر لكن لا يجد فرصة عمل. يعني معدلات البطالة مرتفعة جدا وهذا جزء أساسي من هذه المشكلة. يعني عام 2021 أو عام 2020 كانت معدل البطالة 13.7، اليوم المعدل 16.5، فرنج البطالة يرتفع، قبلها كان معدل البطالة 12. لذلك هناك
نوع من التصاعد في الفساد، تصاعد في البطالة، تصاعد في انهيارات قطاعات كبيرة في مثلا الصناعة، التجارة، الزراعة مع الجفاف، مع تغير المناخ. هناك نوع من انحصار المجتمع ضمن محددات معينة، لذلك تجد الشاب يسعى إلى الوظيفة الحكومية، يجدها الأمان الذي يحقق له الاستقرار المالي على الأقل. فالدوافع النفسية والظروف الاقتصادية والمخدرات، جميع هذه، العنف المجتمعي، هذه أسس وأسباب أساسية في اندفاع هؤلاء الشباب نحو الانتحار. وإضافة إلى ذلك هو وسائل التواصل الاجتماعي ورؤية الفوارق، ما بين الفوارق الطبقية ما بين فئات معينة وفئات أخرى. تجد الكثير من يعني سكان القرى والقرى والأرياف والمجتمع يعني البعيد عن التعليم والثقافة والاطلاع والوعي، تجده هنا تعشعش هذه الأفكار والمخدرات، تنتشر المخدرات، أفكار الجريمة المنظمة، أفكار الانتحار. هذه كلها نتائج، يعني عندما نتحدث عن المسبب، نرى مثلا نسب الأرامل مرتفعة في العراق، نسب البطالة مرتفعة في العراق. يعني أقل تقدير مثلا الكهرباء، لو تمت معالجة هذا الملف لنهض الجانب الصناعي ولتم خلق ملايين فرص العمل. يعني الجانب جوانب الطاقة ليست هي السبب الأساسي، هناك قرار سياسي بعدم تفعيل هذا الملف. يعني قطاع الصناعة لو عمل يعني الكثير من الواردات الإيرانية ستنقطع، وبالتالي هناك قرار من قبل حلفاء إيران في العراق بعدم تفعيل الصناعة، بعدم تفعيل، يعني هناك عشرات الحلول من الممكن أن تطرح لملف الصناعة، التجارة، ملف الزراعة. جميع هذه الملفات من الممكن أن تحرك المجتمع، تحرك عجلة الاقتصاد والتنمية، لكن هناك قرار سياسي. وبالتالي إن توفرت الكهرباء، أو يعني حتى الكهرباء، يعني الكهرباء، نأخذ العراق يستورد الكهرباء من إيران ويستورد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهرباء العراقية، وبالتالي جميع هذه القطاعات مترابطة متشابكة، وبالنهاية تصل إلى قرار السياسي. يعني جميع ما يعني كل الأسباب والمسببات التي تحصل، ولو أخذناها كمؤشرات وقطاعات وعوامل تساهم في النهاية في موضوع التعاسة، لا وجدناها تنتهي بالقرار السياسي. لو كان هناك قرار سياسي، قرار دولة، يعني تتخذ أطراف سياسية أو مراكز أبحاث تابعة لوزارات مهمة كوزارة التخطيط، وزارات مهمة كوزارة الثقافة، كوزارة التعليم، هناك مراكز بحوث في هذه الوزارات. يعني في النظم السابقة أو قبل عام 2003 كان هناك قرار دولة، يعني هناك مراكز بحثية متخصصة تنتج يعني معايير محددة، تتخذ الدولة على أساسها قرارات خمسية وعشرية لحماية المجتمع من هذه. بطبيعة الحال يعني العراق، لكن الآن هنا الإشارة، لكن الآن القرار لا يتخذ بهذه الطريقة، القرار يتخذ بناء على رأي فلان زعيم وزعل فلان زعيم. الأحزاب بالتأكيد، يعني الأحزاب السياسية تأخذ الوزارة كحصة، كمغنم، وبالتالي عندما يحصل هذا الطرف السياسي على الوزارة كمغنم، لن يفكر بالمجتمع، ويعتبر الوزارة مصدر تمويل لاستمرار عمله السياسي، وبالتالي لن يقوم بخدمة المجتمع ولن يوفر لهذا المشكلة في القطاع. نعم أستاذ مجاهد، المشكلة في من يدعي أن لديه شهادة، وهو يعني شهادة يعني باعتراف الكثير من النواب، أغلب النواب أو أغلب القوى السياسية شهاداتهم مزورة، يستلم وزارة تأخذ على عاتقها توجيه الباحثين في مراكز البحوث لعمل تقارير أو بحوث من أجل الخروج بتوصيات. هذا الأمر بيد ناس جهال لا يفقهون شيئا سوى المحاصصة. اسمح لي فقط ضيفي الكريم الأستاذ كامل ومشاهدينا الكرام، نأخذ فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا.
لا يمكن أن الاقتصاد العالمي والأمن والسلم العالمي يتحقق بحالة من الاضطراب في القارة الأفريقية. أين موقع العرب في ظل هذا التدافع الدولي والإيراني نحو القرن الأفريقي؟ إيران تعيش حالة من العزلة السياسية والعزلة الفكرية في إقليمها وعلى مستوى العالم. إذا لم يتحرك الأمن العربي بشكل جاد ويوحد من استراتيجيته، فإن تداعيات التحرك الإيراني يشكل خطراً على هذا الأمن. رئيس مجلس الشورى في رابطة علماء إريتريا الدكتور جلال الدين محمد صالح في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على أسباب التعاسة لدى العراقيين بحسب المنظمات الدولية. أستاذ كامل الحساني، بالعودة إليك مرة أخرى، بطبيعة الحال العراق لا يخلو من العقول التي تبحث والتي تكتب، ويعتبر العراق بلد العلماء والباحثين. هذه المرحلة نشهد يعني تراجعا كبيرا في المتابعة المجتمعية خاصة في العراق، هل هذا يعود لقلة الباحثين، قلة نوعية الباحثين، قلة المراكز البحثية التي تأخذ على عاتقها متابعة التنمية المجتمعية، متابعة استثمار الموارد البشرية في العراق؟ لماذا العراق دائما يتصدر التعاسة والقلق والحزن، في حين أيضا يتصدر السراق والحرامية بين قوسين الحكومات المتعاقبة؟ لماذا يهمل أو تهمل الموارد البشرية، يهمل الشعب العراقي تنمية المجتمع؟ لماذا فقط تفعل المواضيع التي يراد من خلالها الحصول أو سرقة المال العام؟ ما الذي يجري في العراق؟ هذا سؤال مهم الحقيقة، جنابك والضيف الكريم طرقتوا له القضية، أنه عدم الكفاءة. هذا عدم الكفاءة يعني حقيقة أشرنا لها من عام 2008، وعدنا وجهات نظر، وحتى طلبنا بصراحة أنه يجري حجر للسلطات المسؤولة عن إيجاد حلول. ليش؟ لأن عدم وجود كفاءة، وأنه صار الانتماء للمكون والحصة العائلية والحصة القومية والحصة الدينية والمذهبية هو هذا شرط التوظيف، ولهذا طلبنا حجر المؤسسات المسؤولة عن إنتاج حلول للعراقيين على المستوى التشريعي أو على المستوى الحكومي أو المستوى القضائي، حتى يتم إعادة المنظومة الحكومية الإدارية النيابية وفقا للدستور. ولكن جرى رفض ومشت الأمور، لأن العراق منتج للنفط ويغطي كل الأخطاء والجرائم. ولهذا مثلا يعني هذه الجريمة اللي يسموها الآن جريمة القرن، متعلقة بالأمارات الضريبية، بالتصرف من لجنة نيابية، لجنة المالية، عدلت تعليمات ووقع العراق في كارثة فضيحة كبيرة. كذلك فيما يتعلق بقضية شؤون الأجيال من العاطلين أو أوضاع اجتماعية وأسرية فوضوية تجري بالعراق، يعني لو رجعنا إلى قانون العمل اللي صدره مجلس النواب، عدل به قانون العمل السابق، يعني رغم النظام الاشتراكي أيام النظام السابق، ولكن كان يحفظ حقوق العاملين وأرباب العمل. أما هذا القانون اللي صدروه لا يمكن تطبيقه، لا يمكن لي ولك ولا أي عراقي أن يفتح حتى صالون حلاقة بكرسي واحد على ضوء الشروط والضوابط التي فرضها قانون عمل اللي صادر
على ما أتذكر ب 2012. كذلك فيما يتعلق بموضوع تنظيم الحياة الأسرية، يعني احنا كنا عاملين في المحاكم وبالكاد يعني بالصفة انه المحكمة الشرعية توافق على زواج غير البالغ اللي هو الاستثناء، ولكن اصبح هو القاعدة الآن. الزواجات المليونية لغير البالغين هي اكثر من البالغين، والطلاقات المليونية اكثر منها، وهذه كلها اضافات للإحباط والتعاسة للعراقيين كأسر وكمجتمعات بسبب الفوضى القضائية، يعني وهذا جزء من عده، واللي هي اعتبرها هي الماكينة اللي تشجع الخراب والإجرام. نعم أستاذ. أما موضوع الكفاءات، فالعراقيين عندهم كفاءات كثيرة وأذكياء، وشفناهم عشنا في دول الشرق الأوسط ولقيناهم يقودون مؤسسات اقتصادية وصناعية وإدارية الكثير وحكومية. الكثير من العقول والخبرات أستاذ كامل الآن مثلا في الكثير من الدول في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وإلى آخره، ولكن الأمر متعلق بالقرار السياسي مثل ما تفضل الأستاذ مجاهد. يعني القرار السياسي في العراق لا يراد للعراق أن يكون فيه تنمية بشرية وتنمية مجتمعية، بالتالي النهوض. هل هذا الأمر متعلق بإرادة أمريكية؟ لا، الأمريكان بالعكس، يعني لحد الآن يعني لو تابع جداول زيارات الوفود العراقية على حساب دافع الضرائب الأمريكان، أشكال من الوفود التعليمية والطلابية والقضائية والقانونية والنيابية والصناعية والاستثمارية، وما زالوا يبذلون الكثير. ولكن المشكلة بالمنظومة، المنظومة خاطئة، منظومة التوظيف، منظومة المسؤوليات، منظومة معايير النتاجات من السلطات تائهة. أستاذ كامل، لماذا لا نقول أن هذه المنظومة من جاء بها، وهي منظومة معتمدة طبعا كما تعلم على المحاصصة، من جاء بها هم الأمريكيون، هم الذين أسسوا لهذه المنظومة في العراق؟ نعم، ولهذا مثل ما بينت أنهم يعتبرون نفسهم متورطين بالموضوع العراقي، ويعني لا ما عندهم حلول الآن. هم كل اللي طرحوه من حلول أنه يريدون العراق يقاتل داعش اللي يسموه الإرهاب بالمال العراقي، الجهود العراقيين بأولادهم وبجنودهم بميليشياتهم بعصاباتهم، ما يعنيهم هذا. وثانية أنه يضخ نفط للسوق العالمية حتى تستقر أسعار الطاقة. والثالثة اللي هي أهم، أنه العراق منضبط ومنبطح تماما لضوابط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويسدد الديون بانتظام للبنك الدولي. هذا هي يعني واجبات المشن الأمريكي بالعراق أو الأممي بالتحديد، وكل الأشياء التي تجري من عملية إجرامية. نعم. أنتم الإعلاميين سنتحدث. نعم أستاذ كامل، سنتحدث سياسية. أيضا الآثار النفسية عندما يعيش المواطن في بلد كل العالم يعرف بأنه بلد نفطي، في أي مكان يذهب إليه العراقي يقول له الأجنبي ابن البلد الذي يسافر إليه أو يهاجر أو يهرب إليه العراقي، يقول أنتم بلد البترول. إلى الآن النظرة على العراقيين أنهم بلد البترول، يعني شعب غني، ولكن العالم لا يعرف ما يجري في العراق من نزوح ومن دمار ومن هضم لحقوق المواطن العراقي. سنتحدث عن هذا الموضوع أستاذ كامل الحساني، وخاصة شعور المواطن العراقي باليأس عندما يرى حصصه من ثروات بلده تذهب إلى جيوب الفاسدين. أستاذ مجاهد، موضوع مهم جدا، وهو كل ما يتعلق بالتعاسة مرتبط به. النفوذ الإيراني في العراق متعلق بالنازحين، بالتهجير من جرف الصخر ومن الكثير من مناطق العراق، المصاعب في برد الشتاء وحر الصيف لهؤلاء النازحين، الاعتقالات، صناعة الأعداء من الداخل عندما يحاربون نفسية المواطن العراقي ويصورونه
على أنه عدو لأخيه العراقي، سواء كان عدو لجاره أو عدو لمحافظته، وبالتالي عزله في أماكن بعيدة خارج المدن عفوا في مخيمات وكأنه وحش كاسر، سواء كان طفل أو كان مراهق أو كان شاب. هذه كلها ضمن مشروع التغيير الديموغرافي بحسب ما يرى الكثير من المراقبين للشأن العراقي. ما هو الدور الإيراني في تعاسة العراقيين؟ طبعا يعني إيران يقوم من أساس النفوذ الإيراني في العراق على أساسين: الفساد والسلاح. يعني إيران وجدت، يعني هناك مقاربة بحثية تسمى ربط الفساد بالسلاح، كلما زادت عملية الفساد زاد النفوذ الإيراني في العراق. لذلك إيران وجدت أن البوابة الأساسية التي يمكن من خلالها الدخول والهيمنة والسيطرة على العراق ومسك الكثير من مفاصل الدولة والمجتمع والأحزاب هي من بوابة الفساد. لذلك يعني حتى تحدث بها أحد السياسيين عندما قال أن الحكومة، مثلا رئيس الحكومة، يسمح لطرف من الأطراف المعينة بالفساد، وبالتالي يكون هذا الملف مادة للابتزاز والتحكم بهذا الوزير أو هذا السياسي الذي يعتبره خصما. لذلك هناك نوع من يعني التغلغل الإيراني من بوابة الفساد ومن بوابة السلاح. جميع هذه الأحداث التي ذكرتها أو النتائج التي ذكرها من نازحين، من سجون، من معاناة، هذه يعني نتيجة نهائية، لكنها بالنهاية هي تؤثر بشكل أساسي في المعايير، معايير والعوامل التي تعتمدها مؤسسة غالوب. لذلك إيران لاعب أساسي ومهيمن في العراق، وهي تلعب دور أساسي في تعاسة العراقيين. يعني الكثير من أبناء الشعب العراقي يرى في إيران عدو، وهناك الولائيين أو الأحزاب الولائية وحلفاء إيران يجدوها حليف وصديق. لذلك هناك نوع من التشتت الاجتماعي، تشتت القرار، تشتت الأحزاب، الذي يخدم المصلحة الإيرانية. لا، ليس فقط الإيرانية، يخدم العديد من الدول. يعني الولايات المتحدة على سبيل المثال عندما احتلت العراق وبنت أسس خاطئة لهذه الدولة والمجتمع، بالنهاية هي خدمت إسرائيل، لأنها كانت تخشى من العراق وكان هو البوابة الأساسية أو الخطر الرئيسي على إسرائيل. لذلك هذا الخطر تم إنهاؤه تماما. لذلك هناك نوع من الشراكة ونوع من التواطؤ الدولي والإقليمي في تفكيك هذا المجتمع، في جعله ينشغل بتوافه الأمور ويترك أساسيات بناء الدولة. ويعني عندما كان العراق قويا كانت العديد من الدول ضعيفة. لذلك عندما والمعادلة معكوسة، يعني عندما يكون العراق ضعيف تكون هناك العديد من الدول قوية، لأن هناك يعني حسب نظريات العلاقات الدولية هناك مؤشرات رقمية للدول بأن العراق مثلا يحصل على رقم معين في قوته الإقليمية. عندما تنهار هذه الدولة تتوزع هذه القوة على المحيط الإقليمي، وبالتالي هناك نوع من الشراكة بإضعاف العراق وعدم تقويته من قبل إيران والولايات المتحدة. نعم. إذن سنطرح سؤال مهم، وهو أن هل تعجز الحكومة أو لا تملك القرار السياسي عن بناء المدن المدمرة بعد العمليات العسكرية التي هي كانت السبب الرئيس فيها، على الأقل من خلال فروقات أسعار النفط؟ إذن هذه الإجابة نستمع إليها من الأستاذ كامل الحساني بعد هذا الفاصل. كونوا معنا مشاهدينا الكرام. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة.
معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. إذن مشاهدينا الكرام، تصدر العراق التعاسة على بلدان العالم من خلال هذه القائمة التي قدمتها مؤسسة غالوب بسؤال، وبالانتقال إليك مرة أخرى أستاذ كامل الحساني. عندما تبقى المدن مدمرة نتيجة العمليات العسكرية منذ عام 2014 وإلى الآن، كيف ينظر أو يشعر أو كيف تريد من المواطن العراقي ابن المدينة المدمرة أن يكون له يعني شعور بأن له وطن يشعر به بالأمان عندما يبقى بيته مدمرا ومدينته مدمرة، وهو يرى بأم عينه أن أسعار النفط وفروقات أسعار النفط بإمكان الدولة بقرار ما أن تسرع ببناء هذه المدينة، في حين يبقى الحال كما هو عليه دمار بالكامل؟ يعني هذا سؤال مهم، بس هو قبل الحجر يعني انظر للبشر. البشر ما عنده ثقة بالمنظومة الحكومية المحلية والاتحادية، يعني إذلال يومي من سلطات محلية وميليشيات وعصابات وناس مستفيدة من هذه الابتزازات اليومية، فما عندهم أمل. أما الموضوع الإعمار هذا موضوع يعني معروض للسرقة والحرمنة أكثر مما هو للبناء. ليش؟ لأنه القرار بيد السلطات الاتحادية وخاصة بالنسبة للمحافظات الغربية، وهذه حصص للمكون اللي يملك الوزارات وعليه أن يسدد التزاماته لجماعات الكتل وقادة الكتل. أما ماذا يبنون في هذه المدن وتبقى مثل ما هي، فهذه لا يعنيهم، خاصة وأنه كل هذه النخب مصالحها وعوائلها وأولادها ومستقبلهم يعني خارج الصراع السياسي. دائما يتكالب السياسيون على الوزارات وعلى المناصب، ولكن عندما يريد منهم المواطن أن يقوموا بالبناء يقولون ليس هناك تخصيصات. مع وجود التخصيصات هي تسرق، وهذه حجة. يعني حتى لو تم تمرير هذه التخصيصات فإنها ستذوب في جيوب الفاسدين، ومثل ما تابعون كثير من التسريبات إنه كل الأموال هي معظمها تخرج هدايا وصفقات وحصص وليس لها علاقة بإعادة البناء. وهذا الموضوع أصبح ثانوي يعني بصراحة عند المواطن العراقي في المدن المدمرة وغير المدمرة، لأنه الآن المواطن ما يهمه هو أن يخفف عن الإذلال اليومي اللي يتعرض له من قبل السلطات حتى يبقى على قيد الحياة والكرامة، لأنه الكثير من التجاوزات تجري من قبل السلطات حتى بالنسبة للبسطاء واللي يحاولون أن يدبروا معيشتهم اليومية بالكاد، وينسوا كثير من المسائل المتعلقة بالتعليم والتطبيب والبناء والتنمية، ومع ذلك يلاحقون بابتزازات وإخبارات كاذبة وتجاوزات وبيوعات تجري حتى داخل ساحات القضاء. نعم، هذا هو حال العراق. أما موضوع البناء فأنا أتوقع أنه هذه السنة ربما أفضل، السنة القادمة ستكون أسوأ طالما لا يوجد حساب وعقاب لا للسلطات الاتحادية ورموزها ولا للسلطات المحلية. شكرا أستاذ كامل. أستاذ مجاهد،
الشعور بالتعاسة وبالظلم هل يولد قوة دافعة شعبية للتغيير؟ أكيد، يعني هناك جميع الثورات في العالم نتجت نتيجة الكبت، الكبت المستمر والغضب المستمر. لذلك هناك يعني إحدى تعاليم ميكافيلي يقول بأنه إذا كان الكبت مستواه قليلا سيكون هناك ردة فعل ضد النظام وضد الحاكم، لكن عندما يكون الدمار شامل يحطم حتى الإرادة داخل هذا الإنسان بحيث يفقده القدرة على ردة الفعل ضد النظام، وهذا الذي يجري. بدل أن يكون هناك ردة فعل ضد الظرف العام وطريقة الحكم والفساد، يكون هناك ردة فعل نفسية بالانتحار، بالمخدرات، بالعنف الأسري الذي يجري داخل المجتمع. لذلك هناك هذا الكبت من الممكن أن ينفجر في لحظة ما ضد السلطة، لأن إذا كان هذا يعني الغضب هو عند النخبة، أو استطاعت هذه النخبة توجيه المجتمع الغاضب ضد الطبقة السياسية من أجل التغيير ومحاربة الفساد. لكن في النهاية لا أعتقد أن هناك قدرة على التغيير مهما حصل، لأن هناك أحزاب من جميع المكونات مهيمنة وممسكة بزمام السلطة والمجتمع وتقمع أي صوت. لكن هناك أصوات بدأت الآن بعد ثورة تشرين، من الممكن أن تتنامى هذه القوة إذا استطاعت أن تبلور مشروع حقيقي للإصلاح ومحاربة الفساد. من الممكن أن في النهاية أن تنتج حل وإصلاح حتى لو كان جزئيا بسيط. طيب أستاذ كامل، كيف تنظر إلى هذا الأمر وإلى الحلول؟ كيف يمكن تحويل التعاسة، تعاسة العراقيين، إلى سعادة؟ هذا يجري من يعني موقف واحد، أنه لابد من وقفة شعبية، سواء من خلال تشرينيين وغير تشرينيين، لمحاسبة كل المتسببين بكل الانحرافات الدستورية والقانونية المرتبطة بحياة الناس وحرياتها وأرزاقها، وبدون حساب وعقاب. ربما يأتي اليوم، نتذكر هذا اليوم باعتباره أفضل من غدا. المحاسبة والعقاب هذا أمر يعني من أيام وجود الخليقة وإلى يومنا هذا، ومذكور في كل الديانات السماوية والأرضية. بدون حساب وعقاب ومتابعة وتحديد المسؤوليات لا يمكن أن ننقذ العراق كشعب ومؤسسات. نعم أستاذ مجاهد، الشاب العراقي الآن كيف ينظر إلى حكومته أو الحكومات المتعاقبة؟ طبعا الحكومات المتعاقبة يعني منذ عام 2005، يعني حكومة الجعفري كانت مهتمة بالسياق الطائفي، حكومتي المالكي كانت مهتمة بالسلطوية الطائفية والفساد. يعني أعلى معدلات فساد كانت في حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم أتى رئيس الوزراء حكومة العبادي، حاول نوع ما من إصلاح ما دمره المالكي، لكنه لم يحسن كثيرا، إنما زاد من هيمنة الفصائل ومنحها الكثير من الأموال والسلاح وضمن إجراءات إقليمية ودولية. ثم أتت حكومة عبد المهدي، كانت مهمتها تسليم الدولة للنفوذ الإيراني بشكل كامل. ثم حكومة الكاظمي التي حاولت خلق حالة من التوازن بين القوى الإقليمية والدولية والذهاب باتجاه يعني إيقاف انحدار الدولة نحو الفشل وإيقاف نوع. إذن في النهاية جميع هذه الحكومات لم تقدم شيء. يعني إذا رأينا رينج البطالة، رينج التعاسة، رينج الفقر، رينج المشاكل الاجتماعية، جميعها في صعود، يعني على اختلاف هذه الحكومات، لكن برنج مختلف، صاعد نازل، لكن في المعدل الأساسي لجميع مؤشرات التعاسة موجودة في جميع الحكومات بما فيها حكومة الكاظمي. إذن إعادة تدوير الحكومات تؤدي إلى زيادة تعاسة العراقيين. بالتأكيد. والتغيير هو بيد العراقيين. بالتأكيد.
نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيبة المتابعة. وقبل الختام راح عفوا أشكر ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، السيد مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي، والسيد كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. شكرا ضيوفي الكرام. شكرا لكم. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيبة المتابعة، وإلى اللقاء.